السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ النوع الأخير اللي هو النوع المدمج. هو ما موجود عندكم تقريبا انه بالمنزل النوع المدمج، حلو، ما موجود هيك تفصيل النوع مدمج، لكن انه هو هذا عليه أسئلة معينة، عليه فد شيء فقط على ود تفهمون انه ليش يعني نتعامل هذا التعامل. اكو بعض الأسئلة، فلهذا سويت لكم فد نوع على مود بعد تكونوا ملمين بكل انواع الدراسة، اللي هو النوع المدمج، وشرح انا بشكل مفصل. فالنوع المدمج اللي راح تسوي لدراسة نفسه، النوع المدمج اللي راح تسوي لدراسة نفسه راح تسوي له، راح تاخذ سكشن بي جوينت. هذا النوع اللي تكون لدراسة تاخذ بي سكشن، يعني تقدر تاخذ بي سكشن وجوينت بنفس الوقت، تمام؟ فضعوا هذا النوع اطبقه عندما يطلب مني ممبر ما اقدر اخذ اقطع عنده، لان راح اقطع اكثر من 3 ممبر. ضع هذا النوع استخدمه انا اذا كان عندي مثلا ممبر، طالب من عندي ممبر معين، انا هذا السكشن اللي يعبر، سكشن احنا قلنا يعبر من كم ممبر؟ من 3 منبرات، تمام؟ من 3 يعبر السكشن، تمام؟ هذا اللي اتفقنا عليه. ف انا من عندي مثلا جسم نفس هذا الجسم، نوع نفس هذا الجسم، طالب من عندي هذا المنبر، هذا المنبر. هسه اذا اريد اوجده عن طريق السكشن، تمام؟ اذا اريد اوجده عن طريق السكشن، اخذ هيك قطع، اوكي 3، لكن ما عبر يعني بنقطة شو اسمه اللي هي هذا اللي انا اريد اوجدها، اخذها شيء 1 2 3 4، 4 قطعات، ما يصير اخذ هيك قطع، اخذ قطع حاشية ايضا ما اقدر اخذ قطع، 1 2 3 4، 4 قطعات ما اقدر اخذ قطع. بعد ما صادفني هاي الحالة، عندما القطعات على مود ادخل القوة المجهولة، عندما اريد ادخل القوة المجهولة اللي يطلبها من عندي واشوفها، ما اقدر اخذ قطع ابو 3 منبرات، تمام؟ قطع ب3 منبرات ودخله بالقوة. فعند ما صادفني هاي الحالة، شلون اجي اتعامل وياها؟ يعني نفس ما جاي تلاحظوا السكشن هذا هسه حاليا، اقدر اخذ هذا سكشن هنا أنا، واقدر اخذ هنا أنا سكشن، ما عندي اشكال، لكن هاي القوة ما عابرة بي. كون تعرف انا هاي القوة هي المجهولة، فكون السكشن يعبر بيها، فكون السكشن اللي اخذه يكون يعبر بيها. فشلون اقدر اخذ هيك شيء؟ فهذا جوينت مو سكشن، تمام؟ شلون اخذه؟ بيا طريقة اخذ هيك شيء، هذا جوينت وهذا بي عابر 5 مباريات، ما يصير. شلون اقدر اخذه؟ واو. فلهذا انه الطريقة الوحيدة على طب القوة، اما اخذ هيك شيء اما اخذ هيك، تمام؟ إذا أخذ هيك فراح تعبر منبر منبرين 3 4، على مود تعبر القوة هذا بالسكشن. إذا أخذ هيك هذا على مود تعبر قوة قوتين 3 4، فظليت بحيرة، ما أقدر آخذ أنا قطع ب3 عابرة ب3 أكثر من 3 منبرات، تمام؟ ف أكثر من 3 منبرز we can make a section، أوكي ما نقدر ناخذ سكشن يعبر من اكثر من 3 منبر. فبهاي الحاله شلون اجي اتعامل وياه؟ اتعامل وياه بطريقه اخذ جوينت واخذ سكشن بنفس الحاله. اخذ جوينت بالبدايه احدد الجوينت، بالبدايه احدد الجوينت اللي اخذه. فمثلا هنا على هسه هذا الرسم هذا الشكل، خلينا نقول اخذ الجوينت هذا، اخذ هذا الجوينت، فهذا الرسم حددت الجوينت اللي اخذه هو جوينتي. بسبب من يعني تحديد الجوينت شو اسمه بشكل عشوائي؟ لا، مو بشكل عشوائي، كون اخذ جوينت موجوده به هاي القوه المجهوله، كون اخذ جوينت موجوده فيه هذه القوه المجهوله. فاذا اخذت هاي الجوينت فاريد اشوف كم جوينت موجود به هاي القوه المجهوله، هذا الجوينت، هذا الجوينت، تمام؟
هذا الجوينت بيق موجود، هذا الجوينتين. لكن هذا الجوينت اذا تشوفونه بي كم منبر، منبر منبرين ثلاثة أربعة، هذا منبر منبرين ثلاثة، فاخذ الجوينت بي أكثر أقل عدد من منبر، أكثر أقل عدد من الأعضاء الإشارية. فلهذا الإي، فعرفنا إنه الجوينت راح أخذ جوينت إي. إذا فقط نتذكر خواص الجوينت، الجوينت بي كم معادلة؟ سميشن اف الواي وسميشن اف الاكس بمعادلتين، كم مجهول يقدر يحل؟ يقدر يحل مجهولين. فاذا الاحظ هنا على هسه حاليا مجهول مجهولين ثلاث مجاهيل، حلو، فثلاث مجاهيل ما راح اقدر احل المعادله، فكون احد من المجاهيل يكون معلوم على مود اقدر احل المعادله. هذا يكون معلوم او هذا يكون معلوم على مود اقدر احل هذه المعادله، اوكي. فلهذا فهنا يجي دور السكشن، السكشن هسه حاليا يقوم بايجاد المجهول. يعني وين المجهول؟ مو هذا المجهول هسه حاليا، هذا اريد اوجده او هذا اريد اوجده على مود اقدر اخذه بالجوينت، على مود اقدر اشغل خاصيه الجوينت. عيد السالفه من جديد، بالبداية اجيت شفت السكشن انا ما اقدر اعبره على هاي القوة الموجودة، ما اقدر اعبره، هي عبارة على اكثر من ثلاثة من بارز، تمام. فلهذا كون اخذ لي، فانا اعرف بدال اعرف انه كون اتعامل مع الطريقة المدمجة اللي هي جوينت ممبر، راح اخذ جوينت يعبر موجوده به هاي القوه المجهوله اللي هو هذا الجوينت وهذا الجوينت، لكن اخذ الجوينت بي اقل عدد من المجاهيل، هذا مجهول مجهول ثلاثه، مجهول مجهول ثلاثه اربعه خمسه، فاخذ هذاك اللي بي فقط ثلاث مجاهيل. فاخذ عرفت اللي اخذ جوينت اي، فهسه اجي كله اروح جوينت اي، الجوينت اي بي ثلاث مجاهيل نفس ما قلنا، تمام. انا خواص الجوينت شنو عندي؟ سميشن الاف الواي بي فقط معادلتين، سميشن الاف الواي سميشن الاف، يعني كون بي فقط مجهول يعني، تمام. فهسه اذا الاحظ هنا انا معادلتين عندي، هسه عندي هنا ثلاث مجاهيل، فاحاول اوجد احد المجاهيل على ود يكون معلوم. فهسه حاليا يجي دور بالسكشن، السكشن هسه حاليا يحاول يوجد احد المجاهيل، اما هذا المجهول اقوم بايجاده او هذا المجهول. فشلون اخر سكشن كان يعبر بهذا اللي. اما هذا او هذا. فمثلا هنا انا اقدر اخر سكشن يعبر بثلاثه، واقدر اوجد هذا المجهول، اقدر اوجد هذا المجهول واحوله للجويت، فراح اقدر اوجد هذا القوه. او اخذ الى سكشن ايضا يعبر بثلاثه، وايضا اوجد هذا المجهول واحوله للجوينت، راح يوجد، تمام. فهو هاي السالفه ما بيها بهذا السؤال. فناخذ السؤال عليه على ان تكون واضحين بالصوره. فبالبدايه هسه حاليا هنا نفس ما تلاحظون، ف هذا التراسز انتم اذا تلاحظون هاي هنا لعب بالكم انه هذا سكشن، هذا خطا، هذا مو سكشن، هذا فقط للتوضيح انه راح ياخذ جوينت، جوينت اللي ياخذ سوالفه وياه، مو سكشن، هذا هو سكشن. وهذا الطريقه مالته اللي احلها، اسويها وحده بدلاله فعليه وهاي الامور وحلها، لكن اتبعوا وياي هاي الطريقه لان طريقه متدرجه بشكل اكثر، طريقه اسهل. فهسه بالبداية هذا هسه حاليا أنا عندي هاي القوة هي 4000، ومطي لي إياها كلها. فشنو قال لي أي دكتور لي؟ فإذا أنا قاسوا determine the force in member AB، فقط لي دكتور لي force member AB، وين AB هذا؟ فعرفنا يريد أوجد هذا. فأجي آخذ طريق للسكشن، شلون اجي اخذه طريق سكشن يكون يعبر بيه؟ اذا خذيته من هاي الجهه على ودي يعبر هذا المنبر، اكون عابر بشقد؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه، فما يصير. اذا خذيته من هذا الجهه ايضا واحد اثنين ثلاثه اربعه، ايضا ما يصير اخذ سكشن.
فانا هسه حاليا انتهت عندي، بعد ما اقدر اخذه من جهه يطب بي بي هذا المنبر الايدي، فلهذا كون اخترع لي فتشي، فانا مو اخترع لي فتشي، فانا كون اعرف انه انا هسه حاليا بطريقه السكشن جوينت منبر جوينت سكشن. فكون بالبدايه احدد الجوينت اللي انا راح اتعامل معه، فالجوينت اللي موجود به هاي القوه المجهوله يا هو جوينت اي موجود به والجوينت بي موجود. الجوينت اي بكم مجهول؟ 1 2 3. الجوينت بي 1 2 3 4 5. فاخذ الجوينت بي اقل عدد يا جاهل، فاخذيت الجوينت اي، فعرفت انه راح اتعامل مع جوينت اي. جوينت طريقة الجوينت بيها كم معادلة؟ سميشن اف الاكس سميشن اف الواي. هنا بيها 3 مجاهيل، فمدام 3 مجاهيل فانا كون اقوم بايجاد احد المجاهيل هذا او هذا. فهسه حاليا تجي طريقة السكشن، اخذ اوجد هذا او هذا، بعد هاي تبقى على انه بعد اي واحد شلون يوجد يوجد. هسه مثلا انا خليني اوجد اخذ سكشن عند هذا المكان، هذا المكان راح اخذ عنده سكشن، اوجد هذا الضلع، عاوز احوله جوت على تكون بي فقط مجهول. فهنا تكون هذا الشكل نفس ما تشوفون، عشان تكون وياه بشكل عملاق على مود توضحون لكم. فهسه انا الهدف اريد اوجد هذا الشيء على مود احوله للجوينت، على مود من ارسم الجوينت. هسه حاليا من ارسم الجوينت تمام، هذا معلوم وهذا فقط مجهولين، فاقدر اقوم بحلها بالمعادله سميشن اف واي سميشن اف اكس تمام. فهنا هذا كون اقوم بايجاد ساعات سكشن. من البدايه شنو كون اجي؟ كون ارسم، يعني انتم ترسم طريقه الرسم سهله، هاي ترسم تمام، تيجي توصل عند يا نقطة، هو هنا أنا هو النقطة اللي يوصل لها، هاي النقطة إيه، هاي القوة اف اف إيه. بعد هنا ثلاثة آلاف، هنا أنا أكو قوة 4000، هذا رد الفعل وهذا اف، هاي الزاوية هنا 30 نعطيك إياها. بعد شنو عندكم؟ عندكم بعد هذا إيه، لا لا هاي القوة تعمل بهاي النقطة دي نقطة بي. بعد احنا عندنا هذا، هاي القوة اللي هنا ما اعرف شوفوا جاي نسبة سوية، هم هاي القوة اف اف بي تعبر بنقطة بي. شوف شلون كملتها بشكل نقاط، هذا أهم شيء. فأسهل بالبداية كون أقوم بإيجاد ردود الأفعال، كون أقوم بتحليل القوى، أقوم بتحليل القوى. فلاحظوا لي هذا الشكل، هذا الشيء هنا هاي بدام 30، فهذا بدام على خط مستقيم واحد، تعرفون مناقلة القوى وذا ناقلة الزوايا، فهذا كون تعرفونه. هنا هاي 30، فهاي أيضا 30 تمام، هاي 30 هاي لها زوايا، أو بالأصل تمام هاي 30 فعرفناها. فإذا تلاحظون هاي 30 فهاي الزاوية أيضا هي 30، حلو، فهاي الزاوية هي أيضا 30. فمدام هاي الزاوية 30، هاي 90 الزاوية، فهاي الزاوية هي 70، حلو، فهاي الزاوية 70، فهاي الزاوية هي نفس هاي الزاوية اللي هي نفسها 70، لأن يعني كلها على نفس خط واحد، فهاي أيضا نفسها 30. فهذا كتحليل للزوايا لكم، هاي 30 فهاي نفسها 30 أيضا تمام. فعرفنا انه هنا الزاويه 30، فشوفوا هنا شوفوا شلون راح تترتب، وهاي عرفنا انه شلون نحلل القوه بشكل سهل. بعد اكو سالفه معينه، هذا
انا من لاحظت لي هنا عزم حول هاي النقطه، راح احتاج المسافه العموديه. يعني احنا هسه حاليا بنجي نشوف ناخذ عزم حول يا نقطه، بنسال اي واحد تاخذ لي عزم حول يا نقطه هسه حاليا، فيشوف لي النقطه دي جاي تعبر بيها قوه قوتين. النقطة هاي جاي تعبر بها قوة قوتين أيضا، النقطة A جاي تعبر بها قوة واحدة، تمام؟ النقطة هاي جاي تعبر بها فقط قوة واحدة، فهاي النقطة جاي تعبر بها أيضا، هاي جاي تعبر بها ثلاث قوات، ثلاثة قوة، هاي جاي تعبر بها ثلاثة، لأن 3000، وهاي القوة وهاي القوة، لا، هاي جاي تعبر بها فقط قوتين. قوة هاي قوة، فالأفضل إنه أختار النقطة هاي أخذ لها عزم، حلو؟ على تلغي هذا الثلاث قوة، لكن أنا ما دام أريد أوجد هذا الضلع، تمام؟ أنا يا هو الضلع اللي أريد أقوم بإيجاده هو هذا الضلع، الضلع اللي هو الإف إي، فقط هذا الضلع أريد أقوم بإيجاده، فأنا أقدر أخذ عزم حول نقطة بي. راح يلغي هذا الضلع، راح يلغي، راح يبقى فقط هذا المجهول، راح اقوم بايجاده. يعني نفس ما جاي تلاحظه، فانا هسه حاليا اقدر اخذ عزم حول نقطه بي. اذا اخذنا عزم حول نقطه بي، هذا الضلع راح يصير صفر وهذا صفر، فراح يبقى المجهول الوحيد هو الاف اي اف واللي راح اقوم بايجاده. فالاف اي اف كوساين 30 في 1، هاي القوه شلون اجت؟ هاي المسافه، هاي اللي هي المسافه، هاي مسافة، هذا من حللناه القوة هنا. تمام، هاي المسافة شلون أقوم بإيجاد؟ مبطيكم زاوية 30 ومبطيكم مجاور، تقدرون توجدون المقابل لو لا؟ تقدرون، تان 30 مقابل على المجاور، مقابل هذا اللي مجهول، المجاور 2، فراح تقومون بإيجاده، فالمقابل راح يساوي لكم تان 30 في 2، هيطلع 1.155، فعرفنا هنا 1.155، فما راح آخذ عزم سالبا ألف في المسافة هاي اللي توصل لي إياها، فهي 4، هاي هنا 2 وهاي 2 4، ناقص 3000، 3000 هاي 3000 في المسافة اللي يعني. بعد شنو؟ الـ FEF هاي هنا القوة الأفقية مالته، كوساين 30 في المسافة هاي 1.15، الـ FEF هاي القوة العمودية مالته، ساين 30 في المسافة اللي توصل ليها، فهذه أمور أنتم بتدققونها بسالفة الحجم. فالـ FEF طلعت لي بالسالب، بالسالب شنو تدلل لي؟ تدلل لي هنا كومبريشن، فأنا أقدر رأسة الـ FEF تساوي لك 3000 واسميها كومبريشن، فقط اسميها كومبريشن، يعني احنا طورنا ولا غير اتجاه، اتجاه هاي شايفة الجوين، لكن سكشن هذا لا سميه كومبريشن. بس انا حاليا مو مجدد هذا المجهول، انا فقط تذكار، انا ليش هذا ان الامور كلها وسويتهن وقمت باخذ سكشن على مود شنو؟ على مود اقوم بايجاد هذا الضلع، فقط هذا الضلع اريد اقوم بايجاده. تمام، فقط هذا الضلع اريد اقوم بايجاده، حلو، فهذا الضلع، فانا هسه اذا وجدت قيمه هذا الضلع بعد هاي ما يحتاج اكمل اوجد قيمه هذا الضلع وهذا الضلع، ما يحتاج، انا اريد خليها سكشن فقط على اوجد هذا الضلع، فلهذا تشوفون انه اكتفيت فقط بالضلع الاي اف وكمل. انا ليش وجدت ريدت اوجد ضلع الاي اف؟ هذا التذكار، وجدت على مود ارجع للجوينت، الجوينت هذا الاي مو قلنا تحدد الجوينت، عاد ارجعه بالجوينت، هنا انا من ارجعه بالجوينت احسب عدد المجاهيل، هذا مجهول هذا مجهول، هذا يصير معلوم لان وجدته، لان الجوينت بيه معادلتين سميشن اف الاكس سميشن اف الواي، تمام، توجد مع مجهول يعني. فلهذا تشوفون هنا، فهاي
هسه واحد منكم خاف يقول انه هاي ليش خليتها كومبريشن؟ اقول له بسبب انه طلعت لي سالب وقلت انه هي كومبريشن كومبارد خليت. فهذا الف، هذا حللت القوه، ضاع من حللت القوه سميشن اف الاكس الاف بي كوساين 30 زائد الاف بي هاي هنا أنا هذا مالت هذا الاف بي كوساين 30 3000 كوساين 30 ايضا افقيه شاسه. فوجدت الاف الاف بي هذا ايضا كومبريشن كون اغير اتجاه، فانا بدام جوينت فهسه كون اجي قبل لا اسوي اي معادله اقوم بتغيير اتجاهها، غيرت اتجاهها نفس ما دايت لها سميشن اف الواي 3000 سين 30 3000 سين 30 الف بعد هاي الاف الاي اي بي اقوم بايجاد الف النيوتن نفس ما دايت لعبه. فهو هذا الموجود بي وكل اللي هو مذكور هو هذا الامر. فإذا شفتوا لاحظتوا من هذا الشيء هو أمر سهل من الأمور السهلة والبسيطة، لكن كون أنه تأخذونه بنظر الاعتبار وتراجعونه بشكل جيد تمام، وتعرفون أنه أنت تأخذون طريقة السكشن جوينت أو جوينت سكشن. أفضل أنا أقولها جوينت سكشن يعني بدل أكون تحدد الجوينت أنه على أساسه تعرف سكشن تأخذه وين تمام. فاللي هنا نقدر نقول عليه خلصنا موضوع التراسز بشكل كامل. إن شاء الله نلقاكم في المحاضرات الجاية بموضوع السنسوري.